تفاصيل النشرة، أهلا بكم. سلم وزير الخارجية السيد عثمان صالح رسالة من الرئيس إسياس أفرقي إلى رئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير تتعلق بالتشاور المستمر بين البلدين والدفع بعلاقات التعاون. وشكر الرئيس السوداني السيد عمر البشير في اللقاء الذي جرى يوم 11 من سبتمبر في الخرطوم اهتمام إريتريا بأوضاع وقضايا السودان الراهنة، مؤكدا بأن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات يعود بالمصلحة للشعبين والبلدين. كما التقى وزير الخارجية السيد عثمان صالح بالنائب الأول للرئيس السوداني الأستاذ علي عثمان محمد طه، وبحث معه علاقات التعاون بين البلدين واتفق للدفع بها لتكون مثالا للشراكة في المنطقة. وأشاد الأستاذ علي عثمان محمد طه بدور إريتريا في عملية السلام السودانية، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. سلم سفير إريتريا في المملكة العربية السعودية سيد محمد عمر محمود يوم 12 سبتمبر رسالة خطية من الرئيس إسياس أفرقي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث تسلم الرسالة سمو الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودي. وتعلقت رسالة رئيس إسياس أفرقي بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، متمنيا بدوام الصحة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذا وأثنى الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز على العلاقات الثنائية بين إريتريا والمملكة العربية السعودية، ونقل تحيات الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أخيه الرئيس إسياس أفرقي. دعت وزارة الأراضي والمياه والبيئة الشعب لرفع الوعي الجيد لترشيد استخدام المياه. وأوضح قسم المياه في الوزارة أن أنشطة هدر المياه عديدة، ويتوجب الحذر من هدر المياه المتمثلة في أعمال البناء وغسل السيارات والحدائق والبساتين المنزلية والأشجار والأزهار التي تنميها إدارات المدن، وبيع المياه من الآبار وغيرها من الأنشطة. وحث الشعب على تحمل مسؤولية الإدارة والمراقبة لمشاريع المياه التي يتم إرساؤها، والقيام بالصيانة اللازمة للمضخات والأنابيب التي تكون سببا رئيسيا في تبذير المياه، إضافة إلى إصلاح السدود والخزانات وإزالة الطمي عنها لضمان خدمة طويلة والسعي لتنمية المياه الجوفية. وذكرت وزارة الأراضي والمياه والبيئة على القيام بأنشطة البنى التحتية التي تحافظ على التربة والمياه والتسجير في المنحدرات المائية والتقيد بمراسيم وقوانين المياه لحفظ المياه للأجيال القادمة. تعهد الإريتريون المقيمون في كانتون بري في سويسرا بإعالة 30 أسرة شهيد في الاجتماع الذي عقدوه بمناسبة الذكرى 52 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وأكد المواطنون بأن الفاتحة من سبتمبر ليس يوم احتفال وذكرى فقط، بل هو يوم نعبر فيه عن اعتزازنا وفخرنا بشهدائنا وأسرهم وتنفيذ وصيتهم، مشيرين إلى أن مساعدة المحتاجين وأسر الشهداء لا تترك للحكومة وحدها، منادين لمساهمة جميع المواطنين لتنفيذ برامج الدعم. في غضون ذلك تبرعت الجالية الإريترية في نورمبرغ إيرلانغن بألمانيا ب 2300 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء. أعرب سكان ضاحية شاخيتو في مدينة عصب عن ارتياحهم للخدمات الصحية التي تقدمها عيادة الفاتحة من سبتمبر. أوضح السيد عثمان عسو والسيدة سعودي محمد أن العيادة الموجودة في منطقتهم تقدم خدمات صحية جيدة، كما تساهم بدور كبير في التوعية الصحية ومكافحة الأمراض المعدية. وأشاد السيد علي محمد بالخدمات التي يقدمها الكادر الصحي في العيادة وحسن استقبال المرضى. وقال الشاب حمد إدريس العامل في العيادة أن المحاضرات الصحية التي تقوم بها العيادة يوميا تساهم في رفع الوعي الصحي والاستفادة المثلى من الخدمات الصحية.